البلدان العراقية فإن ما يحول دون الالتزام بحقوق الإنسان في العراق هو عدم وجود مواد قانونية خاصة بذلك وتعارض الموجود منها مع مبدأ حقوق الإنسان في الأساس. هناك كثير من النصوص الدستورية اللي ضمنت الحقوق والحريات في الباب الثاني تحتاج إلى قوانين لتنظيمها وممارستها من قبل المواطن. هناك كثير من القوانين التي تحتاج إلى إلغاء والبعض منها يحتاج إلى تعديل كونها تتعارض مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور وكذلك في ما التزم به العراق من اتفاقيات ومعاهدات دولية. ويبدو أن الخلافات السياسية بين الأحزاب الحاكمة هي ما يقف حجر عثرة أمام تمرير القوانين وأصدار التشريعات داخل مجلس النواب في وقت يرى قانونيون أن كثيرا من القوانين التي تشرع من قبل البرلمان لا تتطابق مع القواعد التشريعية في بعض الأحيان بسبب المصالح السياسية. قوانين تخرج من البرلمان، هناك قوانين ركيكة، هناك قوانين متناقضة، لذلك ترى أن هناك تعديلات كثيرة تحدث عن القوانين. السبب في ذلك هو عدم وضعها من ناس محترفين أو مهنيين، دائما توضع لأمور سياسية ومصالح سياسية. للأسف واحدة من أهم التحديات التي تواجه تشريع القوانين هو هذه المناكفات السياسية التي تطغى على عملية التشريع. يجب أن نبتعد في مجال تشريع القوانين وخصوصا المتعلقة بالحقوق والحريات عن الأجواء السياسية وأن نتعامل معها بشكل مهني بحت. وحتى مع وجود التشريعات التي يطالب بها وزير حقوق الإنسان ويحذر من عشوائيتها المختصون القانونيون فإن هناك أعرافا مجتمعية بحسب أكاديميين تعيق تطبيق لوائح حقوق الإنسان بشكل كامل في البلاد. هناك بصراحة عدة تشريعات وكلش مهمة قصية، يعني كان بحث اليوم عن تشريعات تخص المرأة العراقية، لكن أنا نقول ينقص شيء وهو ثقافة المجتمع العراقي. فرغم التشريعات الموجودة للمرأة وعطتها بعض الحقوق وأصبحت الآن ممثلة في البرلمان ممثلة في الوزارة، لكن مع الأسف تقبل هذه الأمور في مجتمعنا لا زالت غير موجودة. ويعتبر العراق أحد أكثر الدول التي تخرق فيها حقوق الإنسان في العالم منذ زمن النظام السابق وحتى بعد التغيير، إذ أدى الاقتتال الطائفي إلى قتل وإعاقة الآلاف من الناس وتشريد وتهجير آلاف أخرى، بينما لا تزال حقوق مهمة كحقوق التعبير وحقوق المرأة مثار شد وجذب بين المجتمع والحكومة والمطالبين بها.